You champion? Yes. Yes. السلام عليكم ابطال فلوغ جديد. صراحه هذه دابا شي 6 شهور ولا 7 شهور كنتريني قول بحال كنتريني بدون هدف. انا ملي كنتريني بدون هدف ما كنعرفش واش كنضخم، ما كنعرفش واش كنشف، بحال اللي ما كنترينيش كيمشي ليا التركيز في لاصال وكي صافي ما كنبقاش كنهتم بالاكل الصحي ديالي، وشويه بشويه كيمشي ليا المورال وكيمشي ليا الحماس تدريب، وكيجي واحد النهار كتستجمع فيه الحماس ديالك والهدف ديالك وكتقول خصني نبدا نتريني. واخا انا دابا راني كنتريني وما كنفالطيش، ولكن كنحس براسي بحال اللي سمحت في التدريب. انا خصني الهدف مهم. ملي كتهز الساك ديالك كتمشي كتريني، الهدف مهم اللي كيعطيك واحد الرغبه وكيعطيك واحد الحماس. التركيز مهم. اليوم قررت باش نرجع للتركيز ديالي وداك لا موتيفاسيون ديالي ونرجع للاكل ديالي. يعني خصني ندير واحد الهدف، وقررت باش ندير الهدف ديالي هو التنشيف. يعني في هذه الفتره هذه اللي ما عنديش فيها واحد الانضباط خصني ندير تنشيف. المرحله ديال التنشيف اللي كيخليك تنضبط، لا بالنسبه للاكل ديالك ولا للتدريب ولا بالنسبة للنعاس ديال. من بين الحوايج اللي ما خلاونيش نضابط لا في الأكل ولا في التدريب هو الفياق شوية معطل والنعاس شوية معطل. هادوك اللي كيخدموا في الليل اللي ما عندهمش حل باش ينعسوا بكري، عندي بزاف ديال الأصدقاء ديالي خدامين عندهم الخدمة ديال الليل اللي استشروا أطباء على هاد المسألة هادي، حيت الميسكل ديالو كيطيح. من بين النصائح اللي خداوها، الغرفة ديالهم الشومبرة ديالهم خص تكون مظلمة إلى أقصى حد، خصو يصنع الليل، حيت ملي كيكون الضوء واحد الهرمون كيتفرز في المخ ديالنا اللي سميتو الميتالونين، كما كيتفرزش يعني ملي كيشوف واحد شوية ديال الضوء واخا ديال التليفون كيوقف هاد الهرمون هذا اللي كيساعدنا على النوم. يعني أولا خص الغرفة تكون مظلمة، ثانيا ملي كتكون انت خدام في الليل خصك دوزي واحد الكميه ديال الماء، حيت هنايا اللي كيتركوبيرا الجسم، الكليتين مثلا كيتركوبيراو في الليل، انت ما كتعطيهمش واحد الحق ديال الاستشفاء ديالهم، يعني عوض بالماء. ثالث نصيحه هو ملي تمشي تخدم نعس واحد جوج سوايع قبل، استغل واحد جوج سوايع ديال الليل قبل ما تمشي تخدم، نعس واحد جوج ديال السوايع. هذه هي النصيحه اللي عطى داك الطبيب لصاحبي ورجع وتركوبيرا، تنعس واحد 6 7 السوايع في واحد البيت يكون مظلم بزاف باش يتفرز ليك داك الهرمون ديال الميتالونين. تستغل واحد جوج سوايع قبل ما تمشي للخدمه ديال الليل، تستغل واحد جوج سوايع، خصك تشرب الماء بزاف وانت كتخدم في الليل. هادوك اللي مبليين فقط بالسهر اللي فيهم واحد الارق اولي خصهم اولا يحيدوا التليفون والتلفازه، خصهم يظلموا البيت باش يحفزوا المخ ديالهم لافراز هذا الهرمون هذا الميتالوني. ثانيا يعاونوا بالكبسولات ديال الميتالونين اللي عنده بزاف ديال الفوائد، كيساعدك على النوم. ثانيا ما كيسببش الادمان على عكس بعض العقاقير اللي كيديو حتى الاكتئاب. يعني انا نصيحه كنقولها لك، رمي عليك داك الدواء ديال لا فارماسي وخذ هاد الهرمون هذا، هاد الكبسولات هادو عباره عن مكمل ما كيتسببش الادمان. المهم الاستعمال ديالو كيكون على امد قصير، شي نهار ما دوك الايام اللي ما كتنعسش مزيان استعملو وراه غيقد ليك النعاس ديالك. باش دير واحد المرحله ديال التنشيف ويعطيك داك التنشيف اللي غدير، خص يكون دزتي بواحد المرحله ديال التضخيم، يكون التضخيم على احسن وجه. انا هاد العام ما درتش تضخيم، ما درتش حتى حاجه. اخر تنشيف درتو كان فيا في الوزن ديالي قبل ما نبدا التنشيف، كان فيا 120 الكيلو تبارك الله، ودرت التنشيف وصلت حتى 92. هاد المرة ما وزنتش، ما درت حتى شي حاجة، وغندير التنشيف غير باش ننضبط نرجع لذاك الحماس
ونقي الاكل ديالي ونوض بكري وننعس بكري والكمال على الله. ملي كتبقى مده ما كديرش شي برنامج وخاصه التنشيف ما كتلقى باش تبدا كتفكر في الكارديو كتفكر في السعرات الحراريه كتفكر في كي غندير التريني كي غندير نحسب. المهم خصك تبدا شويه بشويه. انا بعدا من اليوم غنبدا نقي الاكل ديالي، نحيد السكريات نحيد الخبز نحيد المقلي، نقي الاكل ديالي شويه بشويه بدون حساب سعرات الحراريه. التدريب ديالي غيبقى هو هو، الكارديو غيبقى جوج د الخطرات كما كنت كندير دائما. بهذه الطريقه هذه غتنشف. خاصني نقاد النعاس ديالي باش تفتح لي الشهيه. الكارديو جوج ديال الخطرات نضبط به باش تفتح لي الشهيه كذلك، لان النعاس وما كترينيش بزاف كتسد ليك الشهيه وكتميل غير داك الشيء ديال الشهيوات. يعني السهر كيسبب في الشهيه كتغلق ليك ما كتبقاش كتاكل اليابس. ما نبقاش نحسب السعرات الحراريه ولكن غنضبط الكميه ديال البروتين ديالي اليومي. غنوزن ان شاء الله غدا ولا بعد غدا، غنشري واحد الميزان. داك الميزان راه ضاع ليا، يعني الميزان ديالي غنحاول ما امكن نضربه في 2.5 وبقى نحسب غير البروتين. اما الكربوهيدرات ولا شي حوايج اخرين ما نبقاش نحسبهم. المهم هي البدايه، الفواكه ما غنقطعهمش، المكملات الى لقيت راسي ما كنكملش الماكروز ديال البروتين غناخذ واحد المكمل ديال البروتين. انا كنفضل ناخذ الهيدروواي، يمكن غنزيد معاه شي امينو اسيد ونزيد معاه ما حتىش نزيد الفيتامينات حيت غندخل شويه ديال الفواكه. ملي غنقطع الفواكه غنضطر باش نشري واحد المكمل ديال الفيتامينات. المهم بغيت نشارككم معايا في هذا التغيير في هذا البرنامج. هذا ندير حصه ديال اليدين، نقولوا بعض المعلومات على البيسبس، داك الاستنتاج اللي درت على العضله ديال البايسبس. درت واحد الكومبرا صغيره. الكربوهيدرات غنعتمد على الشوفان، الباستا مصنوعه بالكينوا واللي مصنوعه بالقمح الكامل انتي غرام. خديت شويه ديال اللوز الدهون الصحيه والفول السوداني مصدر ديال الدهون، الروز انتيغرال، الروز بسمتي مازال عندي. خديت هاد السكر البني، السكر البني حيت مرة كنشرب واحد الكويز داتاي. نقطع السكر فجأة ما غتجي ليا شوية صعيبة، غنبقى ندير غير واحد المعلقة صغيرة ديال هاد السكر البني. الفرق بينه وبين السكر الأبيض، هذا كيحتوي على الفيتامينات والمعادن، هذا فيه قيم غذائية بعدا بارابور، كيطلع حتى هو السعرات الحرارية، ولكن غندير واحد الجوج ثلاثة السيمانات على ما غنتولف. بالنسبة للبروتين غنعتمد على البيض، غنعتمد على الدجاج، غنعتمد على اللحم وعلى الحوت ولا البواطات ديال الطون اللي فيهم واحد الكمية كبيرة ديال البروتين. الكربوهيدرات غنعتمد على الشوفان، البطاطا، القطاني خاصة العدس، الروز انتيغرال، الباستا انتيغرال. نخلي الفواكه كمصدر الفيتامينات والمعادن وغيتقطعوا في مرحلة من المراحل. بالنسبة للدهون غنعتمد على المكسرات ديال اللوز والفول السوداني، ونعتمد على الصفر ديال البيض. كأي واحد كنت كنعاني بالضعف ديال البيسبس، لا بالنسبة للطول ديالها ولا بالنسبة للسماكة ديالها. بقيت كنقلب على الطريقة الصحيحة باش تدرب شنو كيخص لهاد العضلة هاد. اكتشفت بزاف ديال الحوايج اللي كيخلي البيسبس ديالك تطور دغيا. غنشارك معكم بعض المعلومات اللي كنعتقد راه هي بزاف ديال العوامل كنعتقد بأنها سبب في تطوير البيسبس ديالي. Thank you.
اول حاجه البيسبس كتبغي تطلع ببطء وترجع لبرا ببطء، عجبها التكرارات. انا ما عمر في البيسبس درت 6 ولا 8 ولا 9 ديال التكرارات، يعني من 10 حتى ل 15. هادو هما التكرارات اللي كنحس انا بان العضله كتستجيب. التمرين هذا ديما كنبدا به، والتمرين الاخير ديال الكونسونطراسيون ما كنبدلوش. واحد الملاحظه، كاين اللي كيحرك اليدين ديالو خصو يبقاو فيكس، ما يبقاوش نطلعوهم باش ما نحسوش بالالم ديال الكتف حالة الطريق. البيسبس كيبغي التنويع، التنويع لا بالنسبه للتمارين ولا بالنسبه للتقنيات ديال التدريب ولا بالنسبه للاوزان. بار في الاول والتمرين الاخير ديال الكونسونطراسيون هادو فيكس عندي، كنبدل غير جوج التمارين اللي في الوسط. بالنسبه للادخال ندير الاوزان الثقيله مره في الشهر، وخص التنويع كذلك حتى في التقنيات ديال التدريب. عندك 24 تمرين ديال البيسبس، كنعزل منها داك التمرين الاول والتمرين الاخير ما كنبدلهمش، وكنبدل غير ثلاثه ديال التمارين كل حصه ما كيتعاودوش، كل حصه ما كيتعاودوش. في الشهر كتكون كدير ديك 24 اكزيرسيس ديال البيسبس. ماشي غير تسمع بان البيسبس ولا العضله الصغيره كتحتاج الاوزان خفاف، يعني غتبقى تريني غير كتشير، كتحتاج واحد الوزن تحس بالله خدمتي 10 ديال التكرارات 12 ديال التكرارات بانه وصلتي الخدمه. ماشي ولا بد الخفيف، اختار واحد الوزن يكون وسط. التمرين هذا ديال البيسبس كاينين بزاف اللي كيطلعوا هاد البلاصه ديال اليدين بحال اللي خدام الكتف. اما التدريب الصحيح خاص هاد البلاصه تبقى فيكس، يطلعوا غير الافومبرا غير السواعد بهاد الطريقه هذه. وكاينين اللي كيجيبوا الجهد، هاد العضله كتبغي ما خصكش تجيب الجهد من بحال هاد الطريقه هذه، خاص تخدم بالعرض الباطن. التمارين كندير 4 ولا 5 على حسب الشدة ديال التمرين حتى كيجمد ديالي كتساتور. التكرارات كندير من 10 حتى 15، الاوزان كنديرهم عاديين، كل واحد والاوزان ديالو. في البارة مثلا ما كنفوتش 20 الكيلو في البارة، يعني 40. مرة في 6 ولا 7 ديال الحصص ديال البيسبس عاد كنبدل في الاوزان باش نفاجئ العضلة، وكنبدل في التقنيات ديال التدريب، مرة سوبر سيت، مرة دروب سيت، مرة كنجمعهم كاملين. يعني هاد العضلة خصها التنويع. كاين مبتدئ وكيركز على العضلة الخارجية الداخلية وعلى السفلى ولا العليا. بالنسبة انت كمبتدئ القطة ديالك ما تكون واسعة، ما تكون ضيقة، وهبط البارة كامل وطلع كامل. هاد الطريقة هادي كتخدم جميع الزوايا، حتى الى ملي كبر لك البيسبس تلقى بان واحد الجهة ناقصة وكتركز عليها. اما في البداية ديال التدريب ديالك خاصك تريني جميع الزوايا. I think it's worth
what you need to put away from the shore. I'm lost the way, exactly where I wanna be. البيسيبس عنده بزاف ديال الزوايا. وسعتي وسعتي القطة ديالك وطلعتي واسع، كتخدم الداخلية، ضيق كتخدم الخارجية، كتهبط كامل وكتطلع غير النص، كتخدم على الطول ديال البيسيبس، يعني هاد البلاصة هادي، والعكس ملي كتهبط غير شوية وكتطلع بزاف كتخدم من الجهة العلوية هنايا، تكون العبار ديالك هنايا وتطلع كامل وتهبط كامل، كتخدم جميع الزوايا. بلا ما نقولوا بان العضله خصها العضله البيسيبس كتبغي التركيز، غتربط العضله بالعقل حيت جميع العضلات خصهم التركيز. هذا هو التمرين الاخير. هذا التمرين هذا ما غيحيدوليش الطبيب، هذا التمرين ما عمر استغنيت عليه في اي حصه، لا التمرين ديال لابار في الاول ولا التمرين الاخير ديال الدامبل كونسنتراسيون. باش تطور من البيسيبس ديالك تريينيها جوج د الخطرات في السيمانه، دمجها مع عضله كبيره وتخلي ليها واحد الحصه اخرى مع الترايسيبس. هادو غير بعض القواعد العامه ديال البيسيبس وبعض النصائح وبعض الاستنتاجات، اما خصها واحد الحصه اخرى باش نعمقوا شويه اكثر. غادي نعطيهم